السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المهم اليوم عندنا واحد الدرس اللي شوية سهل ماشي شي حاجة صعيبة، هي كومون امبلونتي ان كونستركسيون. المهم عندنا اليوم الكونستركسيون هي الباتيمون، واحد الباتيمون عندنا كات كوان معروفين، كوني معروفة، عندنا ا كبيرة بي كبيرة سي كبيرة دي كبيرة معروفين، عندنا هادو معروفين. دابا كيفاش غادي ناخدو باش اننا غادي نجيري ولا غادي نحسبو ولا غنخرجو هاد الشيء؟ سهل، عندنا واحد العلاقه اللي معروفه بزاف وكلشي كيعرفها، قريتوها غنعطيوها. المهم باش الاستئناس وصافي، راه كاين بزاف العلاقات ولكن هادي اللي كيعرفو الدراري دابا بزاف هي هادي. ناخدو عليها حتى حنا كاملين، وغنديرها بالاحمر المثلث العادي باش كنعرفو مثلث قائم الزاوية ولا لا. عندنا باش نعرفو ان هاد لو كوان راه قائم الزاوية خاصنا تكون عندنا هنا تخوا ثلاثة أربعة وهنايا خمسة، معروفة هاد القاعدة. وهنايا باش غادي نخدمو، غادي نخدمو بيها هنايا في هاد البلاصة هادي. غادي نجيو غادي ناخدو واحد لو بوان لي عادية، ماشي بزاف عادي وسهلة. انا نجيو من ا، من ا حتى لهاد الجهة، نخدمو بالوردي، نجيو من هنا ناخدو واحد الى هنايا. اوكي نجيو من هنا من هاد لو بوان حتى لهنايا. المهم حتى نلقاو 3 متر، نقول حنا لقينا هنا 3 متر باش غادي نعرفو فين غادي تكون نقطة أخرى. كنجيو كناخدو من هاد النقطة وكنجيو بها لهنا، كيكون عندنا واحد لارك، واحد لارك لي غيكون هكا. هاد لارك هدا صالح شي هكاك، واحد لارك واحد لاك. المهم واحد لاك اخر غادي يجي ويحس ويشدنا هنايا. عاد سمحوا لي راه دار شوي، قلنا غادي ناخذ من هنا لهاد الجهه ناخذ واحد 5 متر، 5 متر. المهم انكور غادي يكون فيها بيكي في الجهه الاخرى وبيكي في الجهه الاخرى في 5 متر، وغادي يجينا واحد لارك هنايا، وغادي ناخذ من هنايا من هاد لو بوين ونديرو فيه 4 أربعة، وغنجيو وغناخدو واحد لارك وغتجينا هكا، غتجينا فوق هذا. أوكي هنايا عاوتاني باش غادي ناخدو النقطة الثانية، باش أن جوج نقط اللي كيعطيونا مستقيم، معروفة هاد القضية أن جوج نقط هي اللي كتمر لينا منها مستقيم مقاد، ما في حتى شي منا ولا من. المهم تنجيو عاود ناخدو من هنايا من هاد لو بوان، من هاد لو بوان الثانية حتى لهاد الجهة كناخدو حتى هي 3 متر، كنديرو نفس القضية سي 3 متر متر. كنجيو عاد لهنايا باش غادي نلقاو هنا لو بوان، كناخدو 5 متر كنحطو هنا واحد البيكي في لاكورد، وفي 5 متر في التالي ديالها تنحطو واحد البيكي وكنديرو واحد لارك. اوكي كنجيو عاد لهنايا واحد لارك، كنلقاو هاد لو بوان هادي، ومنها كنزيو كيمر هاد المستقيم، المستقيم اللي غيكون من ا، اوكي من ا حتى لبي. اوكي دابا باش غادي نعاودو ناخدو، المهم حنا عندنا هذا معروف هادي بارك ودي هذا سم الله تعالى، هاد المستقيم غنمدو حنا لهاد الجهة. دابا شحال عندنا من هنايا من هنا من هنا حتى لهنا؟ سي سات والآن سي ويت متر. اوكي ويت متر، نحسبو من هنا لهنا تكون عندنا ويت متر، باش غادي ناخدو ان متر باش غادي يكون فيه لو كوان الأول. اوكي وغنزيدو سات باش غادي تكون عندنا
لو بي. كيفاش غادي ناخذو دابا ا و بي؟ هاد ا و بي كيفاش غادي ناخذوها؟ سهله حتى هي. نجيو من هاد البوان هادي بوان صغيره كنجيو كناخذو نقطه عندنا معروف هاد الشيء ونفس نفس نفس ناخذو من هنايا من هاد الجوي 3 متر 3 أو 4 متر المهم باش تبقى نفس داك سميتو 3. نفس القضيه كناخذو من هاد لو كوان من هاد النقطه الفوق 3 5 متر كندير واحد لو كوان كنعاود ناخذ ربع ناخذ لو كوان اخر ناخذ باش نعطيو ان بوين كنعاود نجيو لهاد دي اوكي 3 متر نبقاو نكتبوها هنايا 3 متر 3 متر 3 متر 3 متر كنعاودو ناخدو كنجولو من هنا كنخدو زن كيما كنقول كنعقدو واحد البيكي في الراس في الكوردة وكنمشيو حتى 5 متر ونعقدو واحد البيكي اخر وكنمشيو لهيه وكنجيو كنلقاو واحد اوكي وكنجيو عاوتاني نديرو واحد اللارك وكنعاود نجيو من هنا وكنخدو 4 متر عاوتاني 4 متر وكنديرو واحد اللارك اخر اوكي وكتعطينا نقطة. المهم من هاد النقاط غادي ناخدو هكا وكنصليهم هنايا كنصليهم حنا بخط ولكن في الحقيقة مكيتصالوش بخط كيتصالو بكرد حيت كنكون داقين لك بيكي وبيكي إذا حنايا لقينا هنايا هنايا غادي صافي لقينا واحد النقطة هنايا كنجروها معاهم كناخدو واحد 1 متر أخرى. اذا بجوج النقط هذه مر لينا غير مستقيم واحد اللي غيتسمى ادي ادي صغير اوكي كنجيو هنا كنحطو واحد البوان اخرى اللي هي دي ها هي دي هي معروفه هكذايا. دابا كيفاش غادي ناخذو هاد النقطه كيفاش ناخذ النقطة؟ سهلة حتى هي كل شيء بحال بحال ما كاينه شي حاجة أخرى. نفس القضية كتعاود وتعاود 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 علاش؟ غير باش ناخذ نفس النقطة واللي هي سهلة كناخذ 3 متر تيغتي 3 من هاد لو كوان حنا عارفين هذا بغينا يكون مستقيم كناخذ من هنا لهنا نديرو لون آخر نديرو هكا ناخذ من هاد الجهة 3 متر احنا غير 3 متر اوكي كنجيو من هنا من هاد لو كوان لهاد الجهة خاصو يكون داير 5 متر اللي غيجي هنا 4 متر وغتجي عاود هنا كنخدو هنايا وهنا كتجي من هادي لهادي غادي يكون مستقيم واحد اللي غيمر ميمكنش يمرو منو 20 كيمر مستقيم واحد ومنو كتمر النقطة سي اوكي معروف. كاين شي حاجة عندنا دابا معروف هاد البوان معروف هاد البوان الاخرى مبقى بيناتهم غير اننا نصلو بالخط وسالينا وحنا عطيناهم كاع لي بوان اللي كاينين ا و بي و سي و دي صغيرة من هش من ا و بي و سي و دي واخا اننا حنايا عندنا غير وحدة اللي خدمنا بها وحدة اللي خدمنا يمكن نخدمو من هادي يمكن نخدمو من هادي يمكن نخدمو حتى من هادي اوكي هذا هو الروكار المهم لان لابونت غادي تكون جاي لابونت لهاد الجهة اوكي المهم كاين اللي غينزلها هكا غادي ياخدها هكا اوكي لابونت ديالنا لهاد الجهة وهكذا تصل الدرس ديال اليوم كيفاش غدير امبلونطاسيون الكونستركسيون. الدرس الثاني غادي يكون على نشوف اش عندي في البروغرام المهم غتكون واقيلا على لي صول واقيلا على لي صول وعلى لي فونداسيون ديال الباتيمون
الاشياء اللي ما خصناش نديروها والاشياء اللي خصنا نديروها غتكون على لي سول اي الفونداسيون. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، تلقاو والى اللقاء.